السلام عليكم، نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم كويزين لابيل راح تقدم لكم المسبوف بالفول والجلبانه. المسبوف هذا سيختو نديروه في الربيع، يا ما تاع الربيع نديرو بزاف المسبوف تاع الفول والجلبانه، سيختو كي يكون حبات اخضر. دونك حنا اليوم عندنا الحبات هذو ماشي الاخضر، راهو كونجلي. عندنا رطل اطعام 250 غرام فول و 250 غرام جلبانة. الرطل توجور ديري 250 250، تحبي تزيدي لا حبيتي يكون بزاف فيه زيدي العبر، تحبي ترضي حتى 350 400. وعندنا الزيت، انا ندير زيت زيتون، وكاين اللي يحبوا يديروه بالزبده، بالزبده واحد كيف يحب يدير. وعندي الملح والماء. دونك نسبقوا، ندير نسبقوا في الفول نديروه بيفور فوالا، وه كاع طري، ونزيدو الجلبانه. بصح كي يكون في وقت الفول كي يكون عاصي ما ديروش فوروا الفول باش تفوروا مراه الجلبانه، خاطر الجلبانه بفي طيب. هاهو فوروهم خلوهم يفوروا، ونجوزو للطعام. عم ندهنوه بشويه زيت الزيتون، هذا ما يريحش هذا الزيت، علاش ندهنوه باش ما يتلاصقش بعضه البعض. نديرو كاع شويه زيت هكذا، هو اونتر طون لاخر راهو يفور، نديرو له الما، الما نديرو نص كاس ونشوف ونخلطو، نزيدو غير بشويه هو راهو يشرب، منديروش على جهه الما، كي يشرب نزيدو له شويه بصح ما نبقاوش نزيدو. فرطل واحد كاس ونص ما يكفي. دوك نخلو هذا يشرب ونزيدو نغلو ليه باش نفوروه بعد حين. بعد ما هو يفورنا الطعام تاعنا، ها هو نحوه، وعندنا الفول والجلبانة تاعنا ثاني يتفور هنايا باش يطيبو او ميم طون، باش يجيونا ساهلين بفي طيب لنا. نجبدو الطعام تاعنا الكسكاس ونديرو له الماء والملح، ملح ونزيدو له الماء، منفرغوش بزاف، نفرغو شوية قسم ما نشمخوه من الفوق. ها ها ها، متخافيش يتخسلك باسكو يخرج من تحت، يخرج خير من ديري داخل الجفنة ولا داخل لاخر وتفرغي الماء هكذا يقطر. ها هاو يقطر، ها شوف متخافيش يخسلك وخليه يقطر مليح، وندفقوه في اليانة تاعنا ونحلوه بينشف. بعد ما فرغناه من الكسكاس زدنا له الزبده، زدنا له الزبده وخلطناه كاع، ونستناو يزيد ينشف شويه باش نعاودو ردوه للكسكاس. ها ها كيفاش، ما تخافيش كي ترشيه لداخل الكسكاس يخرج الماء من تحت، خليه باك ينشف مليح، ها يخرج لاباس به، زيدي له الزبده ونعاودو نفوروه تفويره دوزيام. هذا هو بعد حين، بعد ما فرغنا الطعام تاعنا ها هو يبدا يخرج كاع الفوار من الفوق مع تاع الطاب. ها هاو ينحل على حبه، ها نرفدو الكسكاس تاعنا ونحطو في العقل. ها هاو نحل، تحبوا تزيدوا له الزبده سمحوا لي الفوار لا فابور، تحبوا شوفيك محلول على حبه، تحبوا ديروا له الزبده اللي خدمتها انا غير كيما ناتوريل، ولا تحبوا الزبده عاديه تاع الباكي، ولا زيت زيتون كل واحد كيفاش يحب. انا ندير له الزبده ناتوريل البلديه، يعني درت له الزبده البلديه ها هي، ذوبوها شويه باش يجي بنين، ما كاش كيما الزبده البلديه، الزبده ناتوريل اللي نخدموها في الدار هي لا ميور، هذه هي اللي خدمتها غير كيما وريتها لكم. دونك انا ندهن بها الطعام باش يجي بنين، ونكونوا درنا شويه ملح على حساب الذوق تاعك فوالا، ونزيدو نخلطوا لها الفول والجلبانه. ها
ها هي هاي فارت، ها هي تكون فارت مليح. ونخلطوا الفول والجلبانة تاعنا ها هو بالمغرفة تاع الحطب فوالا. وفول الجلبانة كونوا درنا لهم كي كانوا يفوروا في الاخر كونوا درنا لهم الملح باش يجوا بنين ما يطيبوش مسوسين. وجدنا المسفوف تاعنا ها هو بالفول والجلبانة، ودرنا له زبدة ناتوريل، زبدة بلدية اللي خدمتها في الدار ها هي تحبوا تجوزوا بها، وزد رز النبلبن اللي خدمته في الدار بلدي تجوزوا به ها هو. وبصحتكم، وما تنساش تشتركوا في القناة، وإلى الملتقى.